الآن جمعية السادة من فروسيا التقليدية والمقدم الفاتحي عزيز. اللقب سنة 2017 واللي محبوب عند الناس وعند البارديا وعنده واحد العلاقات خاصة مع جميع البارديا والمقدمة. عزيز فتحي مقدم كبير وكبير بزاف لأنه سبق لي كنا ناقشنا فاش حرز على الميدالية الذهبية وهو صغير السن كي أنه مقدم شايف اننا عنده الصفه ديال نقدم تبارك الله كيفاش جاي كيفاش نعم الجيلي الجمهور راه هو الوحيد اللي من غير نسمعوا ملي كالبونين هو الجمهور اللي كيساندوا بزاف انه علاش كيساندوا حيت كيبقاو عنده الفرجه كيبقاو عنده شخصيات بطل وعنده شخصيات مقدم هو من جمعيه السلام الفرنسيه التقليديه ولاد علي بني ملال جهة بني ملال خنيفرة الجهة ديال تشوف ولا المدينة ديال فقير بن صالح في الوجود ديك البلاصة
الحصه. هو بني ملال. بني ملال كان عارف الدار ديالو بالضبط. ديك بلاصه معروفه بالخيل ومعروفه بجوده الخيول وبجوده بالناس ديال البارود. نعم، والخضر والدلاع في الصال. في الصال نعم، والناس الكرماء بزاف عندهم الماء من واد ام ربيع كيسكنوا تما. الحمد لله الخير موجود. نعم، هي جمعية، قلت جمعية السنة الفروسية التقليدية، هما أصدقاء باردية جميع متحدين بعضهم بعض، تربطهم علاقات حميمية. وأيضا بالنسبة لي عزيز فاتحين أنه راه تصابت أكثر من مرة ودار عملية جراحية، ورغم ذلك الحب ديالو والعشق ديالو الأول والأخير. نرجعوا لواحد الكلمة كنا هضرنا على البنادق سابقا، لأنه ذاك الكسور ديالو اللي كان وقع له في مراكش، كان راكب مع مقدم عبد بوعبادي في مراكش، كانوا ما كانش الجوده ديال البناطق بحال دابا. دابا الحمد لله ولا جع مزيان ولا صناع، ولا صناع مزيان في المستوى، واخا كيطلبوا الثمن ما تيهمش الثمن، اللي كيهم هو هي الجوده، جوده البناطق. ما نساوش راكب مع مقدم كبير. نعم. هو بالجانب ديالو، لانه قدم فاتحي عزيز راه عنده خيره الركاب، ماشي جا هنا بالصدفه، لانه راه كيتنافس على اللقب. هي نقطة أخرى اللي غادي نناقشوها أيضا بالنسبة للتبريدة، أنه كاين بعض المقدمية اللي كينتدبوا عملية انتداب المباردية، اللي ما راكبش أنه كيجي كينضم ليه بواحد الشروط، ما تكون شروط مادية أو أصحابه أو أصدقاء، وكيركبوا جميعا. كنلقاونا البارديه اللي كانوا مع التوفيق المصيري راكبين مع عاد مع بشير، هذا المجال مفتوح ميركاتو. هادشي عادي يسد نلقى اللي يركب معاه، ولكن ما تكونش فيها مادية فلوس، خاصها تكون ميثاق شرف. تمام، من خاص هاد الحرفة لا دخلتها الفلوس ما غاتوليش عندها واحد القيمة ديالها كي كانت شحال هادي وديال بكري. هادي تراث البلاد. هي الحمد لله انا من الصغر ديالي انا كان الجد ديالي انا الوالد ما كانش يركب، ولكن الجد اللي عاود لينا الوالد، وهذه كان من الناس اللي مبليين بالخير مولوعين. وانا من الصغر ديالي اهتمت بهذا الميدان ديال الطبريدة، والحمد لله حنا غادي ناجحين به بالفضل ديال الاخوان اللي معاونين معنا، بحال دابا صاحبنا السي عمران الداخلي اللي معروف دابا الحمد لله على الجهه ديالنا من جهه
قبل ما نجي التوليد ديال الخيل وهذه وصل واحد الدرجه عاليه بالنسبه للمفعوله بالنسبه احسن دابا الله اعلم احسن لا راس كاينه في ديال لاربار هي اللي عنده ومعاوننا ومدعمنا وكل عام تيجي لنا الجديد كل عام يفرحنا بعود كل عام يفرحنا بشداع بحال السنه المقبله خدا لنا عود تبارك الله ب 45 مليون اللي انا كنت دهت عليه العام اللي قبل منه خدا لنا العود الزرق اللي هو معروف بصدام هذا العام ثاني الحمد لله هو خدا لنا عود ثاني ب 32 مليون هذا السيد من هاد الناس اللي مدعمينا وزاد تبارك الله هذا الاخ تا هو علي اللي حنا دابا عنده جا تفرحنا تا هو اللي تا هو ربى منا هاد السولاله هادي اللي كنعاود عليها اللي عند الاخ السي افغان الداخل ربى منها علي ان شاء الله خويا اللي غادي تكون السنه المقبله غادي تشوفها هنا ان شاء الله وعلاش لا كاع نقول الله تصيبونا نادين علاش يجدع منهم ولا هذا اللي هما من التاصيله ديال هاد الخويا ديالنا وهادشي حنا غادي نحاولوا نزيدوا به القدام مره على مره وكنشكروا الناس اللي مدعمينا لا من جهه الخزاين لا من جهه كل شيء الناس راه معاونه معنا عندنا اصدقاء في مستوى عالي وكنشكروا كاع الناس اللي عاوناتنا بالخير وكاع اللي معاوننا بشي حاجه ولو غير برجلي راه حنا كنشكرهم واحد بواحد كاع الاخوان اللي كنعرفوهم وعاطينا الخير عاطينا كل شيء كنشكرهم الشيء يمثل لك السي عزيز الحصان ديالك تتسمي صدام اللي حسستي على جوج ميداليات ذهب وراه تيولي في عرض الوالي تيولي زعما واحد الحاجه اللي من تجري في الدم ما نقدرش انا زعما ما نكذبش عليك شي حاجه اللي عندي عزيزه في الدنيا بحال خويا اللي تكون قريبه مني ما نقدرش نوصف لك كاع هاد الخير والحمد لله هاد الراجل صاحبنا ومبرعنا داير لنا شي حوايج اللي الحمد لله في المستوى معاون معانا وبيني في واحد الصوره وواحد الواجهه احسن صوره واحسن الحمد لله وفين ما مشينا كنخليو واحد البصمه زينه وحنا غاديين حنا كنطوروا كندازوا ناس قبل منا وشيوخ باحتراماتي لكل القادم كاع اللي كاينين ديال المغرب كامل لان كاينين قادم لي في مستوى عالي وحنا كلنا كنشوفو منو شويه كلنا كنجيبو منو شويه وكنحاولو ننسقو حتى حنا وكنقول بانو فواحد الصوره اللي في المستوى. عدد الخيول اللي عندك السي عزيز؟ دابا عدد الخيول اللي عندي مشارك فيه ان شاء الله في المهرجان ديال تمنات هو 23 عام 23 عود اللي من ضمنها جبنا خيول معاون معنا واحد الاخ السي عبد المولى الزيريت اللي كنشكرو حتى هو كل إخوان ديالنا ديال الجهات بلي ملال منهم الصديق سي العرش سي حسن عندنا إخوان سي عبد الرحيم عندنا إخوان شي ناس سي وصحابنا ديال القراقرة بيلي عندنا ناس واحد الأخ تاهو يكون الدبار عندنا ناس اللي عاطينا الخيول معاونينا مدعمينا الحمد لله فيما مشينا كنديو محاسبينهم ديال الصربة يعني ما يمكنش إلا كنت أنا في المهرجان ما يمكنش نعطيهم شي واحد لما مشاوش الصربة ديالي وهاد الصربة كنحاولوا إن شاء الله نزيدوا بها لقدام كما هي غادية في نجاح إن شاء الله نطلب الله
سي عزيز شحال عدد الفرسان اللي تيحركوا معك في الصبور؟ عدد الفرسان دابا حاليا 23 ان شاء الله، وفرسان كلهم في واحد اول مره غادي يكونوا معايا ان شاء الله. اللي غادي كاين شي اخوان يلا نضموا بنا الصربه، حاولنا كانوا معنا اخوان اخرين ولكن كاين اللي مسافر، كاين اللي هذا، كاين اللي هكا، نحاولوا نخلفوا شي بشي ان شاء الله. سي عزيز شنو هو العلف اللي تعطيوه للخيل ديالكم؟ والعلف حنا دابا كل العلف ما مقادش في الخيل كله، علاش؟ كاين اللي عنده القدره راه كيحاول يتهلا في الخيل بالفصه بشويه تبان، كنزيدوا شويه ديال المكونات ديال العلف، كاين النخاله، كاين الشعير، كاين واحد الماده اللي هي معروفه، واحد العلف اللي هو دابا الحمد لله عطانا نتيجه في الخيل معروف بهذيك بالاكرام، كنحاول نتهلا في الخيل ضروري راك عارف، والحمد لله انت كتشوف حنا كنحاولوا نجيبوا الخيل خصنا نشوفوا واحد النظر، ملي كاش حنا غادي نجيبوا الخيل ناكلوا حنا قبل ما تاكلوا الخيل، انا بعدا بحال كون كنشهد على راسي لما صفقتش الخيل ما نشوفش راسي، وضروري خصنا نشوفوا الخيل تاكل الفصه تاكل هذه تاكل هذه باش تخيل تبقى الحمد لله، لحقاش راه هما باش كنكونوا حنا، هما باش نبانوا. شكرا سي عزيز ومرحبا بك في مهرجان ربيع تنزيل. نشكركم انتم بزاف ايضا، ونشكروا كاع العائله ديال الحوريه، دريت الحوريه كلهم من سي حسن سي محمد اشرف كاع الاخوان الغازي كلشي راه معاونين معنا، هاد العائله راه مدعمانا والحمد لله، راه هما بالفضل ديالهم باش حنا هنا في هذا المهرجان، وكنشكروا الاخ علي بزاف لان راه سهران على هذا الشيء ومحل لا ماديا ولا معنويا، وان شاء الله نطلبوا الله نكونوا على الدم ديالو. شكرا شكرا سي Thank you.
I'm gonna go to the hospital.